ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. كتير من الناس دلوقتي بيفتقدوا يعني التركيز نتيجة طبعا لحاجات كتير قوي، اللي منها سوء تغذية، واللي منها إهمال في صحتهم، ومشكلة كمان انعدام الطاقة أو عدم التركيز. دي ما بقتش بس مقتصرة على الكبار، لا كمان دي بقت مشكلة في كل الفئات العمرية. نعمل إيه بقى علشان نقوي ونركز كده وندي طاقة لأطفالنا فترة كمان الامتحانات بطرق صحية ومفيدة ليهم ولينا؟ كل ده هنعرفه مع ضيفتي اللي مشرفاني نوراني، دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشورال. اهلا بيكي يا دندون. اهلا بيكي يا قمر. منوراني يا جميلة. بنورك يا عظيمه يا روح قلبي. عامله ايه حبيبي؟ الحمد لله يا رب دايما كله تمام. يا رب دايما يا روح قلبي انت وكل اللي بيسمعونا من خلال طبعا مشاركه حضراتكم من خلال شاشه قناه الاهلي. النهارده الموضوع مهم، وعلى فكره انا فعلا ده بقيت كنت بلاحظه يمكن اقول ايه من سنتين على الاطفال، يعني على اولادي شخصيا مثلا، انه التركيز ما بقاش قوي، ويمكن انا رحت لدكتور مخصوص عشان اقول له اعمل ايه، يعني ايه طفله أو طفل في العمر ده بينسوا. أيوة. إيه اللي بينسوا دول؟ وبينسوا ليه؟ يعني إيه الداعي إن هو ينسى؟ تقولي مامي التركيز مش مظبوط، أو تبقى رايحة تجيب حاجة تقولي معلش أنا أنت طلبتي مني طلب ممكن أعرف معلش قوليهولي تاني؟ أيوة. ما أنا كنتش طالبة حاجة تانية على فكرة، كنت طلب واحد. هو ما لو كنت طالبة بقى خمس ست طلبات مثلا كنت عملتي معايا. فده بدأت ألاحظه، وفعلا الدكتور كان قال لي على حاجات مناسبة لعمرهم أديها لهم شراب. بس هل فعلا يعني ده بيحصل نتيجة إيه بقى؟ أنا ما عرفتش ساعتها، يعني هو قال لي ممكن يكون ده ضعف، عملت سي بي سي وكل حاجة، بس إيه بقى القصة؟ هو موضوع نقص التركيز وعدم الطاقة فعلا ما بقاش مقتصر في سن معين. لا. بتلاقي أطفال، بتلاقي شباب في سن المراهقة، بتلاقي طلاب دلوقتي في الامتحانات مع كتير، بتلاقي بيبقى حرام مذاكر، بيبقى مذاكر انا فجاه الامتحان. لا انا فاكره ايام الامتحان بقول ايه، انا مش فاكره اي حاجه، بس اول والله ما الورقه بتيجي بتفتكري. انا كنت الاولى على دفعتي اخر سنه متخرجه من كليه صيدله يا جماعه، ما شاء الله. فالمهم لا لازم طول الوقت نعرف ندعم تركيزنا، والطلبه اللي عندهم امتحانات يقدروا، عشان المواد بتبقى كتير جدا طبعا، والحفظ كتير، والحفظ كتير وحاجات كتير، فلازم يعرفوا يدعموا نفسيتهم كمان. صحيح. وطاقتهم، يبقى عندهم خوف طبعا طول الوقت. أوه. وتركيزهم. طيب ده بيجي من ايه؟ من حاجات كتيره جدا طبعا. سوء التغذيه. أوكي. قله الـ 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 الاكل الصحي، يعني بقى الفاست فود والحاجات اللي احنا بنجيبها سريعه دي ليها تاثير. طبعا ليها تاثير. مهمه قوي، يا ريتهم يسمعوا ده والله. طبعا ليها تاثير، ليها تاثير. الدهون الغير صحيه، عايزين دهون صحيه، كله اسماك، سالمون. سالمون رائع رائع. طبعا. ومليان اوميجا. على فكره التركيز، يعني الفيتامينات اللي هقول عليها من اهم الفيتامينات لدعم التركيز، عائله بي كومبلكس كلها بجميع اشكالها، يعني 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 الكوبالامين اللي بيدعم لي كرات الدم الحمراء، ده مهم للتركيز. اكيد. فيتامين سي مهم للتركيز لانه بيعلي لي امتصاص الحديد. لو انا حديد عندي واقع، هتلاقي طول الوقت عندي خمول، عندي كسل، بدوخ، ضربات قلب عالية، كل ده من قلة الحديد، من ضعف. صح. فلازم اخد فيتامين سي. فيتامين سي برضو موجود في ألب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت مع الاوميجا، يعني لازم اقول برضو الاوميجا مهمة. يعني ندعم بيها كمان. ألب مالتي فيت وناكل الاوميجا، موجودة في السلمون، موجودة في السردين. كان زمان العائلات لازم كل يوم جمعة اسماك. طبعا. الناس اللي في بورسعيد اكيد طبعا عارفين، واسكندرية واللي على الساحل، بياكلوا 4 أيام في الأسبوع أسماك. ده رائع، ده حاجة رائعة، ودي حاجة رائعة. بس إحنا هنا في القاهرة ما بنعملش ده إلا ممكن كل فين وفين. يا ريت نحاول نعمل كده، ما بنشتاق لأكلة بنروح لهم. أنا بقول اللحمة مهمة بس ما تبقاش كل يوم. صحيح. اليوريك أسد لو عالي هيحصل مشاكل في المفاصل، ومشكلة في قصة النقرس وقصة. صحيح. ناكل لحمة بس بالمعقول، ما ندبش ندب ندب ونلاقي مفاصل وجعاني، مش عارفة. صحيح. لا الأسماك رائعة، ما فيش منها خوف، لو إن شاء الله أكلها كل يوم. أوكي. فطريقة الأكل، السكريات المعدل البسيط جدا في اليوم، معلش عليه بقى. اعرف ناس على كوبايه الشاي 5 6 معالق سكر 5 مرات في اليوم. اعرفهم على فكره، الناس دول اعرفهم كويس جدا. دي كارثه. بس مش عندنا يعني، اصدقاء لينا يعني. لا الناس قريبين مني يقولوا لي ايه يا جماعه، لا انا دلوقتي مثلا نسكافيه شاي، في الاول كنت ايه ده، انا من غير سكر خالص. انا من غير سكر خالص. هتتعودوا.
يعني دي ده تعود طبعا على فكره. لما باجي احط معلقه سكر بحس ان انا جزعت. ايوه مش هتتقبليها. لان انا باخد ممكن اخد سكريات ثانيه مثلا بالليل نفسي هفتني على معلقتين رز بلبن اخدها بقى صح مع بتاخديها بس نعمل معادله معادله ده مهم. فهمت. طيب ايه الفيتامين الرائع المالتي فيتامين الرائع اللي فيه الفيتامينات المهمه لدعم التركيز ودعم التمثيل الغذائي سرعه الايض؟ ما انت لما تعلي سرعه الايض هتعلي سرعه الحرق، فانت لما بتيجي تعلي سرعه الايض بتلاقي نشاطك اعلى، طبيعي ان تركيزك يبقى اعلى. صحيح. مناعتك اعلى، طبيعي ان التركيز يبقى اعلى. لو انا مثلا عندي برد، الصحه عامه هتبقى كويسه في كل حاجه. ما انا مثلا لو عندي برد ومناعتي قليله فكل شويه يجي لي برد مش هركز، مش هعرف اركز، على طول الوقت تعبانه وكل ده بيديني عدم تركيز. من اهم واقوى المالتي فيتامين اللي نزلت المصري، وبدعم جدا جدا المنتجات المصريه جدا. انا زيك مصر والله قويه، تكون مصر طبعًا قويه ومصانعها، مصانع اللي بتعمل الادويه وات ايفر او المكملات الغذائيه مصانع مرخصه وقويه. طيب الب مالتي فيت ليه بدعمه؟ لانه فيه كل عائله فيتامين بي. انا ما عنديش تركيز فهاخد من هنا كذا، واخد من هنا فيتامين بي انجكشن، واخد لا لخبطه رهيبه. لا والواحد ساعات بينسى دي، لما هاخد كذا كذا من كذا سورس انا مش هقدر، وساعات ابقى كمان معدتي كلت مره طبعا واحده فمش قادر اخد كل دول مع بعض. صح. صح. فاكيد هوقع حاجه منهم طبعا، لكن هجمع في كبسوله واحده. كبسوله واحده زي ما احنا شايفين على الشاشه بيوريك قلب، بيوريك يا عظيمه قلب مالتي فيت لما بينزل المعده بيطلع الفيتامينز، بتطلع للمخ تدعم الاعصاب. خلي بالك فيتامين بي مهم جدا لدعم الاعصاب. الزنك مهم جدا للتركيز، الزنك تركيز مناعه طاقه ذكوره بشره شعر ما شاء الله. طيب قلب مالتي فيت ليه بقول انه رائع؟ لانه مختلف في اعلى تركيز في الزنك، فبتلاقي نتيجه رائعه. كنت لسه اسالك ايه اللي بيميزه؟ اعلى نسبه في يقوي المناعه. طب احنا عارفين مناعه ايه؟ يعني فيتامين سي وزنك غني بمجموعه فيتامين بي الكامله، ده بيميزه. فوليك اسيد، بايوتين، كوبالامين، نياسين، ثيامين، رايبوفلافين، كل دي عائله بي. لا واصلا فيتامين سي اللي فيه 500 ده مش قليل، 500 ملي جرام حلو جدا، ده مش قليل. انا عندي يعني لو انا عايزه اسال ابقى انا في الامان انا هاخد ال 500 كل يوم مش هاخد ال 1000. ما نخافش من 500 لان انا عندي مسموح لغايه 1000 ملي جرام. مظبوط صح. فالب مالتي فيت اتس ديلي روتين، ما بخافش منه اطلاقا لان النسب بتاعته مناسبه جدا ان انا اخد الانتيك اليومي. وهرجع اقول اي ال بي مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء المصريه، فده بيدي امان انه اتعمل عليه تيستات، التابلت اتعملت عليها تيستات ونزلت للسوق المصري وموجود في صيدليات، مجموعه صيدليات كبيره بكل فروعها منتشره، الفروع موجوده في كل محافظات مصر. كويس. وموجودين كمان عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. دي ارقام شركه بايوناتشرال المنتجه لألب مالتي فيت. يمكن الناس كانت بتشتكي فتره ان طول الوقت التليفونات مشغوله. الشركه راحت، احنا اعتقد كنا ثلاث ارقام، نزلت رقمين كمان زياده عشان نحاول نوصل لكل الناس. طب هل بنقدر نوصل؟ بنوصل في كل محافظات مصر، واكيد السعر رائع جدا، واكيد السعر موحد سواء من الاونلاين او من الصيدليه، وليكم حريه الاختيار هتقدروا تشتروا الب مالتي فيت من فين. بس ما عنديش منفذ بيع تاني، يا اما من الصيدليات يا اما من هو اصلا في الصيدليات. دي حاجه هايله امنه طبعا. انا بحب على طول بقول يا جماعه ما تاخدوش مكملات غذائيه، ادويه، كريمات للوش مش عارفين اونلاين. واحنا مش هقول كل الاونلاين وحش، ما اقدرش اعمم. في حاجات، في ناس محترمه كتير جدا. طبعا في وفي طبعا بس انا ما اعرفش انا بختار منين. فوانس انه موجود في الصيدليه يبقى يا اما مرخص من وزاره الصحه المصريه او مرخص من هيئه سلامه الغذاء. فالتراخيص دي مهمه جدا، حتى للكريمات بتاعه الوش، حتى للسيرم بتاع الشعر، ما الحاجات دي كلها بتمتص. صحيح عندك حق. طب كلمينا بقى، يعني احنا اتكلمنا عن اللي بيحسسنا الحالات اللي هي دي الاطفال، لو احنا هندي بقى للاطفال نبدا معاهم. انا مش هقول طفل جرعه يعني الطفل ياخد مالتي فيتامين سيرب، لان مش ممكن ما يعرفش يبلع. يعني ده الدكتور بيروح لدكتور اطفال ويديه يديله الشراب. أوكي. صعب انك انت ترجميه. طب نتكلم، حاضر نتكلم في العمر اللي يبدا بيه بقى اللي هم يبلعوا فيه. ده سن المراهقه، اصل عمرهم ما بيعرفوا يبلعوا قبل 12 سنه. ايوه لا يمكن. لا لا وما شاء الله القرص عندي محترم شويه. كلبص في كل الفيتامينز دي كلها. احنا معانا تليفون، معانا استاذ معوض. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، اتفضل.
تحياتي لحضرتك دكتوره دينا ودكتور الله يخليك، وبتمنى لكم كل توفيق. ربنا يخليك، الله يبارك فيك يا فندم. ربنا يخليك. والله هو المنتج مميز في كل حاجه وحلو جدا. انا اتذكر في بدايه شهر رمضان لسه بجرب المنتج الجديد وجبته، كان يعني بعد الفطار كده الواحد عنده خمول كده وجسمه عامل زي المكسر كده وتعبان. فطبعا احنا بناخد من المنتج كل يوم مره واحده، يعني حبايه واحده. ايوه انا اخذت الحبايه وبعدها بربع ساعه والله جيت عندي كده لياقه وحيويه كده ونشاط. ايوه امشي بعد ما كان عندي كذا مشوار ما كنتش عارف، كنت هلغيهم خالص واقضيها بقى ما بين الصاله والتلفزيون، لا جايز بقى بره ورحت هنا وهنا. فيعني المنتج مميز جدا وفيه حيويه ونشاط قوي جدا، يعني مميز حلو قوي. والله ميرسي يا استاذ معوض، انا مبسوطه قوي ان حضرتك جربته وشفت النتيجه دي، وفعلا النتيجه دي على طول من اول يوم. واحلى حاجه ان اي رجل يعرف يدير مهامه اليوميه، واول ما بتلاقي انك انت خلاص خلصت مهامك اليوميه انت حضرتك تلاقي النفسيه عندك بقت احسن، لان احنا لازم اي رجل يعرف يدير طاقته. وبقول لحضرتك كمان يا ريت زوجة حضرتك لو ما جربتوش هتجربوا، بس حضرتك علبة وهي علبة، طبعا السعر رائع اكيد. وهتلاقي نتيجة مع زوجتك رائعة. وبشكر حضرتك جدا جدا على ثقتك فينا وثقتك فيا وثقتك في شركة بايوناتشرال. ميرسي لحضرتك يا استاذ معوض. نتكلم بقى عن الجرعات، كلمينا عن الجرعات بقى ايه للناس اللي هو لينا احنا. احنا اتكلمنا عن الولاد خلاص من العمر اللي بيبداوا فيه 13 14، نبدا بقى احنا ليهم ولينا ايه بقى الجرعه؟ الجرعه بتاعتي اللي مصرح بيها هي قرص واحد في قرص تابلت، قرص واحد في اليوم. مش عايزه انا ازيد عن ده، انا بقرص واحد باخد فيتامين ب بكل بقى 1 و2 و3 و5 و6 و9 و12، باخد فيتامين سي، باخد نحاس، باخد زنك، باخد كالسيوم، ما زودش عن الجرعه الواحده. ممكن حد يقول لي لا انا عايزه ازود على الجرعه الواحده، ده وقتها بقى استشير الطبيب لو انت عندك نقص شديد، لو انت مثلا عملت تحاليل فيتامينات ولقيت نقص شديد جدا مثلا، فتسال الدكتور لو هتاخد منه قرصين لحد فتره ايه وبعد كده ترجع للقرص. لكن الناس الطبيعيين بياخدوا قرص واحد. ممكن يعني استثنى مثلا المراه الحامل في حاجه. المراه الحامل الب مالتي فيت امن ليها جدا جدا. طبعا صوروا يعني بقول للساده المشاهدين يصوروا العلبه عشان ما عنديش بديل لألب مالتي فيت، عشان لو هيشتروه من الصيدليه يا ريت يصوروا الصيدليه. احنا عندنا 2 منفذ بيع، سواء من الصيدليه سواء الاونلاين. كلمينا بقى عن الكالسيوم اللي فيه. هو بقى بقول الست الحامل ألب مالتي فيت رائع. اولا فيه فوليك اسيد بنسبه كويسه جدا جدا برضه. لان الفوليك اسيد بيدعم الخلايا العصبيه للجنين او بيكون له خلايا عصبيه وبيمنع تشوهات الاجنه. فرائع. عندها طبعا فيتامين سي للمناعه، عندها زنك رائع، عندها فيتامين اي رائع ليها. هتقدر بس تاخد معاه عندي الكالسيوم 70 ميل جرام. ممكن تستشير الدكتور يقول لها اوكي الب مالتي فيت تمام، بس خدي كالسيوم اكسترا. اوكي يدعمها للحامل بس. للحامل بس. الكالسيوم اكسترا للحامل بس مش للناس. اوكي. عشان برضو ما يحصلش اكسيد لنسبه الكالسيوم. احنا معانا تليفون يا دندون. يلا يعني. معانا استاذ احمد من المنيا. يا اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. والله انا عايز اشكر شركه مالتوفيت بصراحه، استعملته اكثر من 3 شهور. طب حلو قوي. طب قول لي حسيت ايه يا استاذ احمد؟ طبعا تحياتي كل تحياتي لاهلنا في المنيا. قول لي حسيت. ربنا يخليك يا فندم. ايه اللي والله انا مريض ضغط في الاول. انا مريض ضغط. اوكي تمام. كنت سبحان الله الضغط بيعمل لي زي تكسير في العظام كده، فاستعملت الملتوفيت سبحان الله جبت نتيجه معايا الحمد لله. بس اهم حاجه تمشي على ادويه الدكتور، ده رقم واحد. قلب مالتي فيت داعم، وهتلاقي انه بيحسن معاك جدا المود بتاعك والطاقه بتاعتك. وانت اخدته 3 شهور كمل عليه، هو لا يتعارض اطلاقا مع ادويه الضغط، او لو حضرتك بتاخده كمان ادويه للقلب او ادويه سيول هو لا يتعارض اطلاقا اطلاقا. وميرسي لحضرتك ولذوقك يا فندم. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ميرسي لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ احمد. طيب نتكلم احنا اهو فرصه ان استاذ احمد كلمنا، نتكلم عن امراض اصحاب الامراض المزمنه. بيتناولوه، كلمينا بقى يعني ياخدوه من غير ما يبقوا سكر ضغط. ناس بيبقى عندها كوليسترول عالي طبعا، بيبقوا متخوفين برضو،
فرقنا بقى بين فكرة المكمل الغذائي والعلاج نفسه، عشان في ناس بيختلط عليها الأمر. هو ألب مالتي فيت أو ELP مالتي فيت لا يتعارض إطلاقا مع أدوية أصحاب الأمراض المزمنة، سواء ضغط سواء كوليسترول سواء سكر. أولا مريض السكر على طول الدكتور بيكتب له مع الأدوية، سواء بياخد الإنسولين أو الأدوية المعروفة للسكر، بيكتب له على طول فيتامين بي كومبلكس، لان ده اللي بيدعمله الاعصاب بتاعته. مريض الكوليسترول لا يتعرض اطلاقا، بالعكس بالعكس، ألب مالتي فيت بيحسن مستوى الكوليسترول مع الدواء، لان فيتامين اي ده مضاد للاكسده. الكوليسترول هو نتيجه اكسده الدهون الغير صحيه، وبيحصل ترسبات على الاوعيه الدمويه، وبيحصل مشاكل كبيره جدا. ألب مالتي فيت في فيتامين اي، فهيبقى رائع مع الادويه اللي بياخدها، ولا يتعرض اطلاقا ولا يتعرض مع ادويه السيوله، لو بناخد ادويه سيوله اطلاقا. الفرق بين الدواء والمكمل الغذائي ان الدواء هو العلاج الوحيد لاي مرض ايا كان، الوحيد. مفيش حاجه اسمها انا عيان عندي ضغط فهاخد فيتامين، وات ايفر اي فيتامين بياخده، انا عيان عندي سكر فهاخد فيتامين. الفيتامين ما بيعالجش اي مرض من الامراض المزمنه او اي مرض ايا كان، ده الفرق. لكن الفيتامين داعم جدا للصحة، مهم. داعم يعني نتكلم في انه ما بقاش حاجة يعني فانتازيا كده اطلاقا، ده لازم يعني مش بالضرورة قوي اخده، ما انا كويس. طيب. انا حاسس اني كويس. عارفة يا عظيمة، لو هنتكلم يعني شوية كده بالعامية، لو انا ما عملتش صيانة للعربية بتاعتي، العربية بتاعتي هتتعب اكيد، فانا لازم اعمل صيانه الجسم. اصل عارفه يا دينا، في واحد يقول لك انا دلوقتي حاسس ان انا كويس، هو لازم يفهم ان في مراحل بيمر بيها جسمه اكيد طبعاً. تدريجيا هو مش بيشعر بيها فجاه اكيد، بس فجاه بيحس انه مش قادر، بيقوم من النوم ايه في ايه صح. فلازم يعرف ان ده بيبقى تدريجي، حصل له نقص في الفيتامينز دي وهو ما اهتمش، حصل له نقص في الفيتامينز وما خدش فيتامينز بالظبط، فبيحصل مشاكل طبعا. أوكي. من ارهاق، من توتر، من نفسيه مش حلوه، مود سوينجز، بشره شحبه، هالات سودا، تشققات حوالين البق، احيانا دم ينزل لو انا بغسل السناني، عدم التئام الجروح بطريقه كويسه، ما دام ما عنديش سيوله. يعني انا لو حد يقول لك ايه، طب انا كذا اتعورت والدم السيوله عندي عاليه جدا، لو ما عنديش سيوله وبرده لا، فيتامين سي بيساعد جدا على التئام الجروح. أوكي. مناعتي مش قويه، انا لو ما خدتش فيتامينات طول الوقت هبقى ملطشه بقى للفيروسات والبكتيريا، ملطشه خلاص جسمي مش قوي. لا، ما لازم ادعمه طبعا، يبقى عندي جهاز قوي، يبقى عندي جهاز قوي وبنيان قوي، ده اللي الفيتامينات بتعمله. معانا ساره. معانا ساره، اهلا يا ساره. انا ازي حضرتك، عامله ايه؟ اهلا وسهلا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم دكتور دينا؟ طبعا اتفضلي دكتور، معاكي. يا ساره ازيك يا حبيبتي، ازي حضرتك، اخبارك ايه يا قلبي، انت عامله ايه؟ بخير الحمد لله. قولي لي، انا معاكي. انا بس بحس من وقت للتاني كده يا دكتور ان انا عندي ارهاق وقله تركيز كده، ودوخه بتجيلي من وقت للتاني، دوخه وقلت. طب انت اخبار طريقه اكلك ايه؟ انت بتاكلي صحي ولا مش بتاكلي صحي؟ دي حاجه بصراحه مش قوي يا دكتور، يعني كده شويه وكده شويه. بتنامي كويس ولا مش بتنامي كويس؟ طول الوقت بقول لازم النوم يبقى بالليل وسبع ساعات على الاقل. بصراحه مش بنام السبعه كلهم. طيب يعني عملتي تحليل؟ اهم حاجه كمان تحليل شويه، وتحليل الحديد اطمنتي عليه؟ انا ما عنديش اي حاجه. طيب حلو قوي، يبقى هنعمل حاجه كويسه قوي، لانك انت مش بتاكلي اكل كويس. هرجع اقول مع ألب مالتي فيت نحاول نغير اللايف ستايل بتاعنا، يعني انت اللايف ستايل بتاعك لازم يتغير. يبقى هننام كويس، هنشرب ميه على الاقل 3 لتر في اليوم، عارفه الازازتين الكبار، نشرب على الاقل 2، وات ايفر النوع اللي بتاخديه، بس يبقوا كبار كده جنبك، تخلصي 2 في اليوم، ده على الاقل، ما كانش 2.5 او 3. وهتاخدي ألب مالتي فيت يا اما من الصيدليه اللي جنب بيتك، يا اما عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه. عايزه اقول لك ان في خلال اسبوع هتلاقي نشاط احسن، هتلاقي مود احسن، هتلاقي وشك احلى. يعني الوش نفسه هيحلو معاك، بيفرق بيفرق طبعا، نضاره البشره بتبان، نضاره، لانك انت عندك فيتامين سي صح. بيعزز امتصاص الحديد. صحيح. وبيعزز نسبه الكولاجين. هتلاقي شعرها احسن بقى، والزنك، والزنك طبعا، الزنك هيبقى رائع معاها للشعر صح. والبشره، وهتلاقي فيتامين اي انتي اوكسيدنت. فألب مالتي فيت هيبقى رائع لسنها، هي واضح، انا يعني اعتقد من صوتها هي في العشرينات، اكيد هيبقى رائع معاها. رائع ان شاء الله، يا رب يجربوه زينا. انا جربت يعني، انا ماشي عليه دلوقتي. يا طب قولي لي بقى انت تجربتك مع بصي يعني اصل انا عندي كام مشكله، انت قايله لي بره الهواء، بس عايزه اعرف تجربتك والناس تسمع. بصي كان عندي فعلا حاله، انا بعرف اول ما بيحصل لي الدروب ده في الاجهاد والتعب مش
مش قادره اقوم اعمل حاجه بعرف ان عندي نقص فيتامينز على طول. فبعمل سي بي سي. اول ما عملت لقيت في حاجات خربانه خالص ضايعه خالص حديد بقى، وانا ما باخدش فيتامين سي الا فتره الشتاء بس. الشتاء بس عشان البرد. انا بقول لحضرتك دي نصيحه. لا خدوه امشوا عليه ولو بالنسبه، عشان كده انا عجبني لانه فيه 500 وقلت انا همشي عليه يبقى كاني باخده من ضمن الكبسوله، هي كبسوله واحده انا ما بحبش اكتر من سورس اخد منه. صح. وبصراحه اول ما لقيت بي كومبلكس انا يعني باخد منه، كنت بره انجكشن وببقى شايله هم الموضوع ده جدا. فاكتشفت ان هو لا فرق معايا، وده اسبوع للامانه. انا كان تجربتي كده، يمكن انا كان عندي مشكله شويه كتيره وكان عندي مشكله عدم النوم. اوكي. ودي السنه دي بس، انا عاده بحب انام واصحى بدري جدا يعني بعد صلاه الفجر انا افيلبل، لكن ممكن انام اربعة افضل صاحيه اطبق، فده ما كانش في عادتي. اوكي. فبدات احس بقى الاحساس الصعب ده. وعلى طول يا عظيمه من اول اسبوع حسيتي بالفرق؟ حسيت بالفرق بعد 7 ايام فعلا، بعد مرور الاسبوع وانا مثلا في يوم السبت اللي بعده بدات احس لا انا احسن، انا دلوقتي قادره اقعد، قادره اسهر، قادره اعمل مجهود، قادره اقوم اعمل حاجه. انا كنت حابه قوي تقولي الكلمتين دول على الهوا، لان عظيمه واحنا في اوضه المكياج يا دينا قلب مالتي فيت يجنن ومش عارفه ايه، فبنتكلم شوفي يا دندون. انا دايما اقول ايه احنا بنقولها واحنا عايزين، انا مش بالضروره اقول، يمكن ما بعرفش اعمل اعلانات. أيوة. لانه الناس بتتخيل ان انت بتعملي ده عشان انت بتبقي قاعده بتشيرنج مع حد. بس على فكره انا شخص بره المجال، لا انا بقول اللي بيبقى وقلتيها لي بره الهوا خالص. انا لو مش بيعمل لي دلوقتي لا هتلاقيني قاعده لك هنا اقول لك، بس بقى في ناس قالت مش يعني هتلاقيني مش هسكت. ايوه يا روح. فالحاجه الكويسه كل الناس بتتفق عليها، كل الناس بتستشعرها وبتشوفها. عارفه اللي بيبسطني ايه عظيمه جدا فعلا بلا استثناء؟ اللي جرب قلب مالتي فيت بيرجع يعمل ري اوردر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. الحمد لله. ودي سعاده، انا ببقى سعيده جدا، مش من الناس اللي بتشتري جديد، من الناس اللي اشترت ورجعت تشتري تاني. هايل. فده اللي بيسعدني جدا حبيبتي. وبرجع اقول ان قلب مالتي فيت امن قوي، مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ده بيديني الامان ان انا اخده، وموجود في صيدليات طبعا سلسله صيدليات كبيره بكل فروعها بكل جمهوريه مصر العربيه، بلس ان احنا موجودين اونلاين، واكيد ليكم حريه الاختيار، لان كده ولا كده السعر موحد سواء الاونلاين اللي هو او في الصيدليه او في الصيدليه. بشكرك جدا جدا، شرفتيني ونورتيني بجد، سعيده بوجودك معايا، وبشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. اتمنى يا رب تكون يعني قدرنا نجاوب على اسئله كتير خاصه بحضراتكم. اسمحوا لي اشكر ضيفتي، شرفتني نورتني، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. وطبعا اللقاء بيخلص بسرعه، لكن اتمنى من هنا الحلقه جديده اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.